السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وكاينه الرؤية من الشيطان، هذيك فزعة، هذيك نستعيذ بالله منها. الرؤية من الشيطان كيكون إبليس بالنهار كيدير لنا الوسوسة، يخلعنا، كيخوفنا، كتسمع الوسواس نهار كامل، وكتك أفكار ذهنية اللي هي خبيثة وهي دائما فيها تصورات وانطباعات سيئة. ناري غنموت، ناري غيجيني الفقر، ناري مرض كورونا غيشد في ولادي، ناري غادي يوقع ليا كذا، هذه كله تخوفات ووسوسة شيطانية ما ديهاش فيها. فالنهار دير لها اللامبالاة، وفي الليل كيعاود يرجع عندك إبليس وكيعطيك أحلام ورؤى اللي فيها خوف وهلع باش يزيد يخوفك، كيزيد يعذبك مرة ثانية. شنو هو العلاج منها؟ هو أننا نستعيذ بالله منها، نقول اللهم إنا نعوذ بك من شر ما رأيت. إذا رأيت رؤيا مخيفة كنت ناعس على الشق الأيمن، نختلف إلى الشق الأيسر أو العكس، نبدل الشق ديالي في النوم، ثم نرفع يدي بجوج ونقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، وأنفث فيهما وأمسح بهما جسدي كله، وأقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت، نقول ثلاث مرات، ونصلي على سيدنا النبي حسن الحصين، وفي الصباح نصدق واحد الصدقة، ربك بعد عني البلاء كله والبأس. وهكذا تكون الرؤى المنامية سهلة ومهلة، خصوصا الرؤية اللي هي من الرحمن، هذيك بشارة المؤمنين. الله تعالى إذا أحب عبدا بشره بالرؤية ذي الخير، كما وقع لسيدنا يوسف عليه السلام، قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤيا على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فكانت الرؤيا ذي سيدنا يوسف بعد 50 سنة، غنشوف سيدنا يوسف في الأخير أش غادي يلقى، غادي يلقى بأن 11 كوكبا هما خطوب 11، والشمس والقمر هو أمه وأبوه، ملي غيشوفوا بأنه ولا هو المتصرف في شؤون البلاد بجانب ملك مصر العظيم، سجدوا له، كان سجود تحية كما كذا في دينهم وشريعتهم. فرأى ذلك المشهد قبل 50 سنة، رأى المشهد وهو صبي صغير، ولما كبر وصار في 60 من عمره سيدنا يوسف سجد له إخوته وأبوه وأمه، وشاف هذا المشهد. هذا إخبار بشارة بالمآل. كذلك في قصته مع الملك لما قال رأيت 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، إلى أن قال وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. هذا عطاه التخطيط الاقتصادي السباعي، ما يسمى بالإدخار ثم الاستهلاك، عطى مخطط سباعي في إدخار واستهلاك لتدبير شؤون الاقتصاد. فكانت هذه رؤية مباركة من عند سيدنا يوسف عليه السلام، وألهم تفسير الأحلام، وهو علم طويل، من أراد أن يفسره لابد أن يكون عنده علم بالقرآن وبالسنة وبالفقه وبالمقاصد وبأصول الفقه، بطريقة الإيماء والإشارة والعبارة والدلالات المختلفة، الدلالات اللي هي معروفة في علم الأصول وهي متعددة، زائد نور رباني يقذفه الله تعالى في قلب العبد المؤمن، ويعطى ما يسمى بتفسير الأحلام. هو ليس علم قائم بذاته، هو هبة من الرحمن، علم زائد هبة نورانية. فنسأل الله تعالى أن نكون جميعا من الصادقين، فمعذرة لنا ملكة، وأسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم. اللهم يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم زينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة وهذا الوقت المتأخر من الليل أن تعطينا سؤلنا، اللهم حقق رجاءنا، اللهم بلغنا الخير والبركة والتيسير بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم من كان منا مريضا فشافيه وعافيه وداوه، اللهم إنك قلت وقولك الحق، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، اللهم لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز.
اللهم الطف بنا اجمعين، الطف بنا فيما جرت به المقادر، فإن عبادك المستضعفين. اللهم ارزقنا جميعا رزقا حسنا طيبا مباركا، وانت القوي العزيز، ارزقنا قوة وعزة نستعين بها على تدبير شؤون حياتنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعباده وصل، وستره على عباده سابل، اللهم لا تخرجنا عن دائرة الألطاف، وأمنا من كل ما نخاف يا الله يا الله، لا تخرجنا عن دائرة الألطاف، وأمنا من كل ما نخاف. اللهم يا صاحب اللطف الخفي بك نستعين ونكتفي، اللهم يا صاحب اللطف الخفي بك نستعين ونكتفي يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أنت أقرب من كل قريب، وأكرم من كل كريم، وأجود من كل جواد، وأحفظ من كل حفيظ. اللهم لا فرج إلا فرجك، ولا لطف إلا لطفك، تفرج عنا كل هم وغم وكرب يا الله يا الله يا الله، يا عفو يا غفور، يا حنان يا منان، يا رحمن الدنيا والآخرة. اللهم يا رب بارك لنا في أولادنا وفي بناتنا، واجعلهم من الناجحين الفالحين الصالحين، وبارك اللهم في زوجاتنا، واجعلهن صالحات مؤمنات طيبات طائعات هينات لينات. اللهم يا رب وبارك لنا في كل أحبابنا، وارحم أمواتنا. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين، وأسكنهم يا مولانا في جنات الفردوس أجمعين، وألحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. قولوا جميعا آمين 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 يا رب العالمين. بحرمة وبركة وسر بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تفسير الأحلام باختصار، قاعدة عامة، الأحلام أنواع ثلاث، هناك الأحلام من الرحمن، وهناك الأحلام من الشيطان، وهناك أضغاث أحلام. 90% هي أضغاث أحلام، مما نراها في يومنا هي أضغاث أحلام، هي حديث النفس، أن الإنسان الدماغ دياله يستقبل يوميا العشرات بل المئات بل الآلاف من الصور الذهنية، فالذهن يمتلئ بحال واحد لاباغاي فيها واحد لاكاباسيتي اللي هي يا ميموار ديالها محدودة، ولكن ملي كتعمر بزاف كدير سوبريمي. فهكذا كيوقع الدماغ، الدماغ ملي كيعمر 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 كيعمر، ملي كنعسو راه النوم رحمة، النوم نعمة، راه بحال كيوقع الريباراسيون ديال الجسم كله، لهذا خصنا نعسو مزيان، ونعسو مبكرين ونفيقو مبكرين، والنوم العميق اش كيوقع فيه الريباراسيون ديال الجسد كله، البصر والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والسكري وضغط الدم كله كيتقاد في النوم، النوم علاج. ومن بينه ان الدماغ اللي فيه الذاكرة لا ميموار عامرة بزاف بالمعطيات كيبدا التفريغ التفريغ التفريغ، بالنهار كيكون الشحن الشحن الشحن، بالليل التفريغ التفريغ التفريغ، هذا كيتسمى اضغاث احلام، كتكون صور ذهنية غير متناسقة ما ندوهاش فيها، اعطيها اللامبالاة، هذا هو التفسير ديالها، اللامبالاة ما تسوقش لها. 10% اللي بقات جزء منها فيها الرؤية من الرحمن، الله كيبشر المؤمن كيعطي واحد البشارة ديال الخير، باش اما كيشوف راسو غادي للحاج يطير في السماء غادي للحج، كيشوف راسو مثلا يشرب الحليب انه على الفطرة السليمة، كيشوف راسو بانه كيقوم بالحصاد انه غادي يعطي الله رزق وفير جزاء ما عمل من خيرات، وهكذا احلام طيبة كتسمى الرؤية من الرحمن. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.
تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.